زراعية مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكلة مش لاقيين تعاون يا بيه، بس عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاح المصري اللي في هذه الفترة اختار ان هو يحدد مصير بلده ويقف جنب بلده، اختار ان هو يشارك في العملية السياسية، وعنده وعي كبير جدا بالمشاكل اللي كانت موجودة واللي موجودة حاليا ايضا في مصر، اللي الحكومة حاليا بتعمل على حل هذه المشاكل. ولكن الفلاح المصري بطبيعته لديه القدرة ان هو يتعامل مع اي مشكلة ويتغلب عليها، لان هو اتعلم ان هو يتعامل مع الارض الزراعية، يتفاهم معها ويقدر يفهم مشاكلها ويحلها. ولكن مشاكل الزراعة المتراكمة من سنوات طويلة بنسمع عنها وكانت بتتكرر في كل موسم، وبننزل نشوفها ونسجلها ونتكلم مع المسؤولين وندور على حل علشان العملية تمشي. ولكن الرؤية الشاملة، الرؤية اللي تقدر تحقق للمزارع ده الأمان، اللي تقدر توفر له المناخ اللي هو يقدر من خلاله ان هو يشتغل وينتج، دي محتاجة إرادة، ومحتاجة إرادة سياسية قوية جدا. وده فعلا اللي بيتحقق من خلال أطر وقوانين وقواعد تقدر ان هي توفر هذا المناخ للمزارع. إذا كنا بنسمع ونتكلم معاه عن تسويق المحاصيل الزراعية ونلاقي مشاكل في هذه المحاصيل وفي تسويقها بسبب احتكار التجار لهذه السلع، بسبب التأخر في بعض التشريعات، دي فترة زمنية وكلنا بنتحمل علشان نبني مصر. استراتيجية التنمية الزراعية لسنة 2030 لها أهداف محددة، وهي النهوض بالقطاع الزراعي، ده عنوان أساسي أو هدف أساسي لهذه الاستراتيجية. ولكن ده يتحقق إزاي؟ يتحقق من خلال محاور كتيرة جدا، أهم محور فيها الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية هتقدر توضح للمزارع هيزرع ايه، تكلفة هذا المحصول، كيفية تسويقه، وهو اساسا من خلال الزراعة التعاقدية عارف ان هو هيسوق المنتج، الجمعيات هتستلمه منه، الدولة هتستلم هذا المحصول، وبالتالي هيكون هناك امان. المدخلات الزراعية اصبح فيه تغير وتحريك في اسعارها بسبب تحريك اسعار الطاقة. ولما يكون الفلاح المصري مدرك لهذه المشاكل ومدرك ماذا يحدث في مصر من جوانب سياسية واقتصادية وأبعاد كثيرة جدا، وهو بالتالي يقدر ان هو فعلا يحكم ويقدر ان هو يتحكم ويشوف الصورة كاملة بالنسبة للقرارات اللي بتتخذ في هذه المرحلة، الأمل الآن أن نقف جميعا بجانب مصر، الأمل في أن نأخذ خطوات جادة من أجل التنمية. هناك سياسات واضحة، سياسات من شأنها أن تستقر الزراعة المصرية والفلاح المصري. أهلا بكم في الزراعية مباشر.